تحية طيبة لكل مشاهدي تلفزيون سوريا وبرنامج لم الشمل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. مساء الخير معاذ. مساء الخير روان. مساء الخير مشاهدي لم الشمل أينما كنتم. ساعتان كاملتان إلا قليلا نتمنى أن نقدم لكم فيهما متعة وفائدة. تفضلوا بالبقرة. هل عودة الخط البري بين دمشق والرياض تمهيد غير مباشر لعودة العلاقات مع النظام؟ شاب سوري يرى أن الإصابة ليست عائقاً في طريق النجاح. ومجلة عطاء مشروع تربوي تعليمي للأطفال السوريين في الداخل ومخيمات اللجوء. أحوال السوريين أينما كانوا في كيف الحال؟ ردت وزارة الخارجية اللبنانية على المفوض السامي لحقوق اللاجئين فيليبو غراندي بالقول إن العودة الجزئية للاجئين السوريين وعلى مراحل ممكنة في ظل الظروف الراهنة في سوريا. وكذلك قالت الوزارة في بيان لها بأنها لا توافق على كلام غراندي وتعتبر أن العودة الجزئية والمرحلية ممكنة وظروفها متوافرة. وكان غراندي قد أبدى معارضته لعودة اللاجئين السوريين في ظل استمرار الأوضاع الخطيرة في سوريا، كما ذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين بأن 5 ملايين لاجئ موجودون حالياً في الدول المجاورة لسوريا والأمم المتحدة لا تستطيع ضمان عودة مثل هذا العدد من الأشخاص في ظل استمرار النزاع. يعني مسيو جبران باسيل كالعادة يغرد تغريدات رائعة تشنّ في الأذان. اليوم نديم قطيش الصحفي اللبناني الأستاذ الصحفي الكبير نديم قطيش يقول لبنان انتقل من فراغ الرئاسة إلى رئاسة الفراغ. هكذا يقول، هكذا يصف الوضع نديم قطيش. رئاسة الفراغ هذه طبعا الشعبوية العونية، يعني ما الذي ستنتجه؟ يريدون طرد السوريين بهذه الطريقه. ما رايح اقلع على اللاجئين وين ما كان، بس والله الشيخ سعد كان بلبنان او غيره. ايه صحيح، الشيخ سعد حكى كلام مهم، قال لك انا ما بصالح بشار الاسد يعني حتى لو تستبدلوني من رئاسه الوزراء، شوفوا شخص ثاني. منيح الشيخ سعد. ما بعرف، حسب رايك منيح؟ لا منيح منيح. موضوع اخر، ابرم النظام السوري عقدا لتصدير العنب والتفاح في محافظه السويداء الى روسيا بحسب ما نقلت صحيفه تشرين التابعه للنظام عن وزير التجاره الداخليه، بنقول خارجيه الداخليه ما بعرف منين اجت، عبد الله الغربي يوم امس الثلاثاء المغربي. وفي تصريحات سابقه للوزير قال إن وفداً اقتصادياً روسياً أبدى رغبته باستيراد الخضار والفواكه السورية، وكانت مديرية الزراعة بالسويداء قدرت في تموز العام الماضي إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار العنب بنحو 58 ألف طن، بينما بلغ إجمالي إنتاج المحافظة من التفاح العام الماضي بنحو 33 ألف طن. ما روسيا على اساس مشاريع عديده بالسويداء، منها مشروع يمكن البراغي والسلاسل المعدنيه اللي على اساس يكون الاول في الشرق الاوسط، واقتصرت يمكن على موضوع التفاح يعني والعنب. معقول يدفعوا ثمن تفاح وعنب جبل العرب؟ معقول يدفعوا؟ ما بعرف. العنب في جبل العرب يعني العنب السلطي، العنب الزيني، العنب كثيرة هي أنواع العنب. التفاح جبل العرب هو أفضل تفاح في سوريا لأنه فيه أكثر نسبة سكريات على فكرة. بعد تفاح الجولان طبعاً بيأتي تفاح، يعني شو بدنا نحكي هانيان مريان للأشقاء الروس الآن، يعني هذا التفاح يعني تفاح بلادنا. وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ثلاجات تبريد على 100 أسرة سورية تقطن في ولاية كلس. المسؤول الإعلامي أكد في مكتب تنسيق الهيئة بولاية كلس يعقوب آجا أكد أن الهيئة تواصل تقديم كافة أنواع المساعدات للسوريين المحتاجين.
نتمنى لهم أكيد كل التوفيق. نعم صحيح، تكثر الإشاعات الآن حول وجود السوري في تركيا. من أجمل التصريحات التي سمعتها روان من هذه الفترة، وأنت عارفة الآن وضع البلد في تركيا، ياسين أقطاي يقول لك، هو مستشار رئيس الوزراء سابقا، يقول لا أحد يعني لا يمكن للدولة التركية، لا يمكن، هكذا يقول الرجل يعني، وناخل الكفر ليس بكافر، على ذمة أخطائي يقول أن الدولة التركية لا يمكن أن تفكر مجرد تفكير بإرجاع السوريين قسرا إلى سوريا، هذه المخيمات والدمج وكلها لراحة طبعا هذا اللي نتمناه من كل التصريحات، هكذا يقول يعني. بس شوفي بالمقابل ميسيو باسيل يعني شلون وبضدها تتمايز الأشياء. صحيح. خدمة التخدير المبكر من الطيران الحربي السوري، خدمة أطلقها فريق الدفاع المدني السوري العام الماضي لتحذير المدنيين من قصف طيران النظام. هذه خدمة الراصد تعمل على إرسال إشعارات مبكرة عن وجود طيران حربي في المناطق التي يحددها المستخدم. ما هي هذه الخدمة؟ كيف تعمل؟ كيفية الاشتراك؟ نتابعها بالفيديو. أثناء هذه الظروف الصعبة التي نعيش بها في سوريا، هناك أبطال يمشون بيننا. إنهم يقدمون خدمة إنذار مبكر متطورة ودقيقة، تم إنشاؤها لتحذير المدنيين في المناطق المحررة قبل وقوع هجمات الطيران الحربي. خدمة الراصد المقدمة من الدفاع المدني السوري للتعرف على الطائرات الحربية من خلال التنبؤ بالأماكن التي قد يتم استهدافها بغارات جوية. كما يمكن لخدمة الراصد التنبؤ بموقع الهجوم الجوي وتنبيهك باقتراب الخطر بشكل فوري لكي تكون أنت وعائلتك وأحباؤك بسلام. خدمة الراصد متاحة لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف جوال عن طريق فيسبوك ماسنجر أو تطبيق تيليجرام. ما عليك سوى البحث عن مرصد سوريا ضمن فيسبوك. خدمة الراصد لأجل سلامتكم. تقريرنا التالي عن الطالب معاذ البراقي، وهو طالب سنة أولى قانون وشريعة في جامعة إكسفورد سوريا. معاذ لديه إصرار على متابعة دراسته الجامعية بعد أن انشق عن جيش النظام والتحق بصفوف الجيش الحر وأصيب في أحد المعارك، لكنه يؤكد أن الإعاقة لا تقف في طريق النجاح. متابع معاذ. أنا الطالب معاذ براقي من القلمون بريف الشام. طبعاً أنا كنت صف ضابط متطوع، انشقيت عن جيش النظام لصفوف الجيش السوري الحر. أصبت بطلق ناري بالعمود الفقري أدى لشلل نصفي سفلي. طبعاً أنا ممنوع من الحركة يعني حوالي 3 أشهر. بعام 2014 الشهر الرابع سقطت المنطقة بيد النظام وتهجرنا. استقر فينا الحال بعد نزولنا من تركيا طبعا بالشمال السوري. حبيت تابع بنفس الفرع نفس المجال تابع تعليمي كونه حالة بين ظروف الحرب والانشقاق، فسجلت بجامعة إكسفورد للعلوم كلية الشريعة والقانون. الجامعة بنفس الفرع معي إخواتي 2. طبعاً المحاضرات ما بحسن أحضرها بيجوا بدرسوني إياها طبعاً. في بعض الصعوبات نتيجة الأوجاع، العمليات الجراحية، الوضع الصحي طبعاً بشكل عام يعني. قدمت الفصل الأول وقبل الفحص الفصل الثاني كان عندي عملية جراحية هي تثبيت العمود الفقري. تواصلت مع إدارة الجامعة وعينونا دكتورنا بالجامعة، دكتورنا العزيز دكتور أحمد طويل، رافقني مدة الفحص كل أيام الفحص وقدمنا الحمد لله. التقديم بالجامعة له جو خاص يعني، لكن مشان ما نخسر السنة الدراسية ولا مجهودنا بالدراسي بعثونا الدكتور على البيت. طبعا يختلف التقديم بالمنزل يعني بينقص الجو الدراسي في الجامعة. أجمل مجال هو مجال التعلم والتعليم. ما لازم يكون المرض عائق، و
واللي عنده شهادة تخوله يدخل جامعة فلازم يتابع التعلم. أتمنى السلامة لمعاذ. إرادة صلبة أكيد. بغض النظر أنه اسمه معاذ، لكن هذه النماذج من الشباب السوري نماذج ملهمة، نماذج ملهمة حقيقة يعني. لذلك تقدم فكل أرض تحتك جهنم، تقدم فكل سماء فوقك جهنم، يموت منا الطفل والشيخ ولا نستسلم. هكذا دائما معاذ هيك بتوج الحلقة بكم بيت شعر. يعني حالات الشباب السوري اللي تستحق طبعا يعني. طبعا نشوف هلأ مواضيعنا مع آلاء بحكي ميديا. مساء الخير. مساء الخير روان ومعاذ، ويسعد أوقاتكم مشاهدينا. معاذ مبسوطة أنا اليوم أنه معك، يعني قلما يصادفني الحظ هيك يبتسم لإلي. يعني الحقيقة أنا صاحب الحظ السعيد أستاذة يعني. شكراً. أستاذتنا أنت عن جد خجلتني. هلا كنت بادلوا الأشعار وأنا أقعد قبل ما نتحول لبيت فستو. خلينا نبلش بالحلقة والسؤال مع والبداية مع سؤال حلقة اليوم. هل تعد عودة الخطوط البرية بين سوريا والسعودية تمهيداً غير مباشر لعودة العلاقات مع النظام؟ رح يتم تداول هذا الموضوع بشكل مفصل، وكمان رح يتم الحكي عن الحقائق وعن الإشاعات وعن كل شيء عم يتم تداوله على فيسبوك وإلى آخره بفقرة شو صار بعد شوي مع معاذ وروان. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري، واللي قال فيه أنه الدراسات العليا فقط للأغنياء. تعالوا نقرأ التصريح. نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري يؤكد أن سبب إصدار قرار مطالبة طلاب الدكتوراه بوثيقة غير عامل أو إجازة بلا راتب خلال السنة الأولى من الدراسة هو أن الطالب من المفترض أن يتفرغ للبحث الذي يحتاج الكثير من العمل والوقت، بالإضافة إلى المراجعة النظرية خاصة في السنة الأولى. وفي رده على شكاوى الطلاب ذوي الدخل المحدود حول عدم إمكانية ترك العمل أثناء دراسة الدكتوراه مطالبين الوزارة بتعديل قرار، أجاب: من لا يملك المال الكافي ويهتم بالعمل لا داعي لأن يدرس دكتوراه، من الأفضل أن يترك المكان لغيره. شو رأيكم؟ ما حكينا نحن قبل بمرة كتير، تناولنا موضوع التعليم بسوريا وكيف تحول عن جد لمشروع استثماري، يعني عم يبحث عن المال وبس، وهي مو شيء جديد. يعني الطالب العلم إن كان بده يدفع بس يعني هداك شيء وهذا شيء، يعني هو هون ما عم يطلب من الطلاب يقدموا مصاري أو شيء، يعني ممنوع إذا أنت طالب إنك تشتغل بنفس الوقت، وكأنه الدراسة فقط مخصصة للأغنياء، دكتوراه للأغنياء. ومنحب نذكره لسيادة الدكتور، ما بتوصل لنفس النتيجة بالأخير، نذكره لسيادة الدكتور إنه جامعة دمشق خرج التصنيف العالمي 10172 لسيادة الدكتور، يعني يدعو للبحث العلمي 900. تخيلي العلم للأغنياء فقط. رح نقرأ التعليقات يلي وصلته للدكتور. هون في عن تعليق كتير طويل، أنا رح أقرأ بس أول سطرين منه. عم يقول مالك ردا على تصريح نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري: باللحظة اللي بتسجل فيها بدراسات العليا بأي جامعة غربية بتمنحك الجامعة مزايا من التصوير المجاني، الدخول المجاني إلى كافة المكتبات ومواقع المقالات والمجلات والكتب الإلكترونية في جميع جامعات ومؤسسات الدولة الغربية العلمية والثقافية. وبذكر أنه كان في بمكتبة ليدز إنجلترا يلي درست فيها دكتوراه مكتب اسمه إنترولود ديسك. إذا أنت طالب دكتوراه بالجامعة ومحتاج كتاب أو أطروحة ما نو متوفرين بمكتبة الجامعة بيجيبوا لك ياهم من الجامعات الثانية طبعا مجانا. صحيح، الجامعة يفترض فيها، يعني أنت طالب دكتوراه ستنجز شيئا، يعني أقل ما يمكن أن تروحك. تماما. كمان بنشوف تعليقات ثانية. محمد عم يقول: دكتور عصام خوري، نقول لك ردا على جوابك على شكاوى الطلاب، من لا يملك الضمير والمسؤولية تجاه بلده وعمله وطلابه ليس له القدرة على توفير متطلبات الطلاب من مراجع ومخبرات وأدنى متطلبات البحث العلمي برغم حصول الجامعات على تمويل ضخم، بالإضافة أنه يترك مكانه للشرفاء وأصحاب العقول النيرة.
اصلا يعني جامعه دمشق بصراحه من قبل الثوره وضعها متردي كان يعني للامانه كان يعني الوضع بانحدار بنزول يعني لا ما في لا يوجد مختبرات ولا يوجد اماكن للبحث العلمي والان جامعه دمشق خارج الكوكب يعني خارج كوكب الجامعات وجاي تحكي لي انت العلم لا يكيل بالبتنجان والعلم للفقراء وشو رايك استاذ للاغنياء للاغنياء مثل ما قلت صحيح بأيدك 100% كمان بنشوف تعليقات تانية. معاذ بشرفك انت اعزم مدرسة اعدادي طلابة زعران بتبيعون دخان فرط لحتى تأمن مصاري لتهربوا من المدرسة وزيادة عليك شيء حلو والله صار دراسة لأصحاب الأمور رد قوي معلم بالله يدلنا يا شلون يعني بده عم يقول له انه انت آزين بتبيع الطلاب مدرسة إعدادي حدد كمان يعني مو ثانوي ولا ابتدائي بالوسط بيبيع الطلاب دخان فرط تمام وبياخذ منهم مصاري لحتى يعني يخليهم يطلعوا قبل الدوام وزيادة عليه وزيادة عليه فعلا هلا ممكن بكره التشبيه المناسب تمام وصفه يعني المؤيدين بتوقع يطالبوا باقاله محافظ حمص يعني بكره يعني ردا على الكلام لا ما بظن توصل المرحله لهون معاذ مخرج عم يحكي لك انه اللي علق هذا التعليق القوي ايضا اسمه معاذ كمان معاذ اليوم عندنا ابطال مع كل التواضع يعني الحقيقه مع, يعني مع كامل التواضع عزام عم يقول معه حق الزلمه لازم يتفرغ الطالب للدراسه ويترك الشغل كان بده يكفي كلامه ويقول انه يترك الشغل والدوله تعطيه راتب محترم ويكفي دراسته بس الظاهر انه في حدا قاطعه وظاهر شيء مسؤول او رئيس جامعه اللي هو نائبه او ضميره ممكن قاطعه وما خلاه يكمل صارت داعش بدوائر دولتنا ومؤسساتنا والقتل من اعدائنا صار اهون من يلي عم يصير من طرف اخوتنا بين قوسين حاطط اخوتنا رد قوي يعني ايضا كمان يعني ما بتخيل انه هذا الشيء اصلا انه نشوفه أن تمنح يمكن طلاب شيء معين وكفاءات معينة وإذا هن ما كانوا مكتفيين مادياً. لارا عم تقول الجامعات المحترمة هي بتنفق على البحث العلمي لأنه يقدم لها وللبلد قبل ما يكون ميزة للطالب بس السؤال لسه فينا نقول عن جامعاتنا محترمة. والله شوفي هذا الكلام مؤلم. أنا أذكر يعني قبل الثورة جامعة دمشق. الحقيقة يعني جامعة دمشق صرح علمي هائل من 1903 يعني صرح علمي يعني هي روح المدينة روح دمشق أذكر في كلية الأدب كانوا يسموا الهنجارات ايه تخيلي مريتي بمرحلة الهنجارات طلاب الأدب طبعاً نوين قدمنا فيه على الهنجار التاسع على الهنجار السابع يعني تخيلي يعني حتى لحنا كروان تعرف طلاب الإعلام كنا مظلومين يعني كان عندنا بس عنا خاص كمان. كم محاضره بالمدرج والباقي كله بالهنجارات بتمروا على الهنجارات انتوا ايتها اغلب محاضرات كان عندكم المدرج الثامن بالصحافه كثير حلو لا شكله كان يتسرب لعنا معاذ تارك هلا لنحكي الامانه كانوا شباب الطب دائما يجوا على كليه الاعلام بالعكس هذا بالعكس لا طول بالك طول بالك بيقولوا انه حتى المخرج عم يقول لي مقصف الصحافه كان حلو وطالبات الصحافه دائما بيحكوا انه حلوات صحيح صحيح وفظيعين و صحيح كمان كمان كل اوصاف صحيح كل اوصاف كمان محمد عم يقول يعني الاحق منه هو ابن الزنجيلي اللي معه مصاري وقادر يكب عمله هون وهون العمى على هيك جواب وطالع من نائب رئيس جامعه مو من شخص جاهل وعلي عم يلعن كل شيء بحياتنا بهالبلد ما رح تتطور حاجة تدمره من جوا حاجة تتركن هالناس بحالة وخلوها تعيش ولا ناويين تطفشوا كل الشباب من البلد وتتركوها لأولادكم يبدو هيك الظاهر يا محمد يعني مؤلم هالكلام أنا عندي تعليق أخير يعني إذا سمحتي لي هذا دكتور عصام خوري يقول لك العلم للأغنياء إذا كان رأس النظام يقول لك البلد لمن يدافع عنها فلا عتب يعني يطلع نائب رئيس جامعة دمشق يقول لك والله العلم صح للأغنياء صح يعني فصلوا البلد والعلم يعني إذا كان رب البيت بالدفي ضاربا فشيمة أهل البيت هي رقصه صحيح مزبوط رح نقرأ رده بعد كل هالمعمعة اللي صارت رد الدكتور عصام خلونا نقرأ هو شو رد وشو علق على الموضوع في حديث خاص لدمشق الآن تحدث نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري حول تصريحه الأخير الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي وأدى إلى هجمة شرسة على النائب وفيما يلي كلام دكتور عصام أود بداية أن أقدم اعتذاري لكل من أساء فهمي بخصوص التصريح الذي صدر عني على مواقع التواصل الاجتماعي وأريد التوضيح التالي
واحد، الدكتوراه في الجامعات السورية هي مرحلة مجانية بالكامل ومتاحة للجميع، فلا حاجة هنا لذكر الجانب المادي. أما فيما يخص قرار مجلس التعليم العالي بخصوص تفرغ طالب الدكتوراه في السنة الأولى، فهو يطلب من الموظف الحكومي فقط تبريراً لغيابه عن عمله مدة سنة كاملة، إما بقرار إفادة أو إجازة دراسية، وهنا يتقاضى الطالب أجوره كاملة خلال فترة إفادة. أما في من ترى مؤسسته أنه ليست بحاجة إلى تطوير قدراته العلمية، عندها سوف يتحمل هو فترة غيابه ماديا. يبدو السيارة ترجع إلى الخلف يعني بهذا التوصيل. تراجع يعني صح؟ تراجع تماما yeah. انسحاب تكتيكي يعني ممكن. بس أنا ذكرني، بتعرف بشو ذكرني؟ بالمسؤولين مصر بعد السيسي يعني صاروا يقولوا أنه مثلا دراسة بكلية الشرطة هي فقط للأغنياء وأنه الفقراء ما يخشوش معينة حتى ما يخشوش شرطة وجيش تماما. في تعليق على هاي قضية السيسي عن جماعة الشرطة والجيش اللي فوت جماعة 50%، فوقت نتائج التوجيه طلع ناشط مصري قال لك فكك من اللي جايبين علامات عالية، احنا بال 50% خلينا دول اللي حيقودوا البلد. رح ننتقل لخبر كمان من دمشق، تم حذف صفة منغولي من الهوية السورية. هذا خبر يدعو إلى التفاؤل يعني. مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أصدرت تعميما يقضي بمنع استخدام صفة منغولي من الهويات السورية واستبداله بمريض متلازمة داون. هلأ التعليق اللي أنا بدي أعلقه هو على الشباب يلي معلقين على الخبر. تعليقات عم تروح باتجاه انه عم يحطوا تاغات لبعض، معناتها شالوا لك اياها، مبروك اخي صارت حالتك رسميه والى اخره. الحقيقه يعني فعلا شيء مؤسف لانه متلازمه داون يعني هي حاله غير اراديه، ما حدا بيولد وبيقرر انه يكون بهاي المتلازمه، فبالنهايه ما بصير اكيد انه نستخدمها ك كلمه للشتيمه او للاستهانه من الاخر، مثل ما يعني يتم شتم الطرف الاخر يقول له انه شو اطرش شو اعمى، يعني هدول الكلمات كلها يجب الحذر عند استخدامها. لانه فعلا الشخص يعني مو هو اللي بيختار هاي القصه ومؤلمه يعني الحقيقه يعني فعلا مؤلمه ومزعجه يعني ما حلوه ابدا صحيح. يعني بدل ما تروح التعليقات باتجاه انه هذا الشيء ايجابي راحت بهذا الاتجاه. روان ومعاذ رح نرجع نلتقى أنا وياكم بعد شوي بالجزء الثاني من حكي ميديا، وبالجزء الثاني من حكي ميديا مشاهدينا رح نشوف كيف تجاهلت شرطة لبنان ضحية سورية توفى بعد ما تعرض لحادث سيارة وراحوا يراضوا الصبية اللي كانت عم تسوق. خليكم عم تحضرونا كالعادة الفينيقيين بيبهرونا. انت حنشوفك حننطرك الان مكملين معكم مشاهدينا فقراتنا فاصل ورجعين عملت تعليق خطوه